التقت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله الله رئيسة مجلس النواب بسعادة السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وذلك ضمن الزيارة الرسمية لوفد مجلس النواب إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين ودعم التواصل والتنسيق لتوحيد المواقف العربية تجاه مختلف القضايا وأشاد الجانبان بجهود مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم وتطوير منظومه العمل العربي المشترك على كافه المستويات كما تم استعراض المشاريع والبرامج المشتركه للمرحله المقبله على المستوى البرلماني والامانه العامه ودعم العمل البرلماني العربي